تقدمت بسؤال لمعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن سبب زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين. هذه مناشدة وطنية حقيقة، شعب الاتحاد اليوم يطالب بتخفيض رسوم الكهرباء وإعطائهم فرصة أكبر لزيادة المخزون الغذائي وزيادة الإنتاج. الحمد لله رب العالمين توفقنا في طرح هذا السؤال، وكان الرد من معالي الوزير بأن هناك آلية معينة لدراسة موضوع الأمن المائي والمخزون المائي في دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي، مطالبين حقيقة ومؤكدين على حرص دولة الإمارات في تشجيع زيادة في الزراعة وفتح مجالات كثيرة من خلال المنتج الزراعي في دولة الإمارات، سائلين الله أن التوفيق لجميع مزارعينا في دولة الإمارات. أحال المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم القطاع السياحي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وتم مناقشته اليوم بحضور معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج الأساسية، ومن أهمها سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة وتنمية وترويج السياحة داخل وخارج الدولة، وسيتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.